أهلا وسهلا فيكم أصدقائي المشاهدين بالحلقة الجديدة من برنامج وبعقلي كمان. عندي إيمان أنه الرب رح يستخدم حلقة اليوم حتى يحكي مع قلوبنا ويساعدنا حتى كل حدا فينا يقول له يا رب بلساني وقلبي وبكياني بحبك وبعقلي كمان. بالمزمور 90 كتب موسى وقال أيام سنينا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80 سنة، وأفخرها تعب وبلية. أنا أكيد أنه كل واحد منا بيقدر يشهد قديش هالكلام حقيقي. حياتنا على هالأرض مليانة بالمشاكل، مليانة مشاكل وتعب القلب، والمشكلة أنه ما حدا بيعرف بأي لحظة بتجي المصيبة. لحظات الفرح والسعادة بالحياة منقدر نخطط لها، وكتار منا بيخططوا لأوقات الفرح، ولكن ما حدا منا بيخطط لمصيبة، صح؟ لأنه المصايب بتجي فجأة، وهالحقيقة بحد ذاتها متعبة. في كتير ناس بيعيشوا كل عمرهم بحالة قلق لأنه مش عارفين أي ساعة بتطب المصيبة عليهم. دخول الخطية للعالم جاب معه القلق وعدم الطمأنينة، ولما الرب يسوع المسيح تجسد بهذا العالم إجا حتى يحل مشكلة الخطية، وبنفس الوقت حتى يقدم نفسه أنه هو العلاج لكل مفاعيله بما فيهم مشكلة القلق وعدم الطمأنينة. واحدة من الترانيم اللي منرنمها كتير بالنهضات والخدمات التبشيرية هي ترنيمة عرفك مش قادر ترتاح. هالترنيمة كتب كلمات الأخ باسم شكري ولحن أخونا الحبيب بهجة عدلي. هالترنيمة أكيد مستندة على الكلام اللي قاله الرب يسوع المسيح بالإصحاح 11 من إنجيل متى، لما قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. في كذبة كبيرة مكذبها الشيطان على الناس، وهي إنه الحياة المسيحية متعبة ومش ممكن حدا يقدر يعيشها. منشان هيك الناس هربانين من يسوع، لأنه بنظرهم التدين متعب. هن بصراحة معهم حق، التدين متعب جدا. مستحيل يقدر إنسان يرضي الله بتدينه. بس يسوع مش عم يطلب الناس يجوا للتدين، مش عم يدعي الناس للتدين. يسوع عم يدعيك ويدعيني يا صديقي لعلاقة صداقة معه، صداقة. عم يدعينا لحياة عشرة وشركة معه. والآية اللي قريناها بتكمل وبتقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. شو رأيكم أنا وأنتم والشباب نسمع مقطع كمان من هالترنيمة، فكروا منيح بكل كلمة فيها وما تنشغلوا بس بلحنا، لأنه فعلا لحنا جميل. اسمع مثلا، خلينا نقول وهتفضل عايش تعبان طول ما عنيك على الإنسان، ليه فكرك شارد حيرة ده يسوع يملى الفكر طمان، ده يسوع يملى الفكر طمان. تعال إلي وسلم لي وحط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيه. تعال إلي سلم بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيه. هتفضل عايش تعبان طول ما عينيك على الإنسان. هالكلام صحيح 100%. تعرفوا ليه؟ لأنه ما في إنسان بالوجود عنده القدرة أنه يعطي راحة حقيقية. ما حدا إلا يسوع المسيح وحده قدر يقول هالعبارة بكل ثقة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم.
قدر يقولها لأنه عنده القدرة أنه يريح، وراحته حقيقية مش مزيفة. كتب النبي أرميا هالكلمات: هكذا قال الرب، ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه. شو بصير فيه الإنسان لما بتتكل على إنسان؟ اسمع شو بيقول، شو بصير بحالته. قال: يكون مثل العرعر في البادية، النبات اللي بتشوفه ما بيبين، ولا يرى إذا جاء الخير، بل يسكن الحرة في البرية أرضا سبخة وغير مسكونة. بس شوف شو بيقول عن الرجل المتكل على الله: ومبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. مثل عادي أنا سبق وعملت لقاء مع الأخ باسم شكري اللي كتب ترنيمة عارفك مش قادر ترتاح. أخونا باسم من الأشخاص الحلوين اللي قلبه حلو وبيحب الرب من كل قلبه، وأكيد لما كتب هذه الترنيمة كان في شيء عم بيشوفه. خلونا نشوف اللقاء سوا ونسمع شو كان في على قلبه يوم اللي كتب هالترنيمة، ومن خلال هالترنيمة شو حابب يقول للناس وشو حابب يشوف بحياة الناس عم يتغير. منشوف اللقاء مع خينا باسم شكري وبنرجع منكمل الحلقة سوا. أخونا المحبوب باسم شكري، أنا فرحان جدا أنك تكون ضيفي في الحلقة ديت من برنامج وبعقلي كمان. فرحان ومسرور علما أن بقالنا فترة ما تقابلناش، وحشتني الأيام اللي مضيناها كذا مرة في مؤتمرات المراسلة مع الدكتور زكريا، وبشتاق أن أنا أشوفك تاني. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك أخ أيمن، وسعيد جدا أن أكون معاك في البرنامج. مبروك للبرنامج الجديد، وأهلا بكل مشاهدينا اللي بيتابعونا. أنا بشكرك باسم. أنت من الأشخاص اللي الرب ادالك نعمة في أكتر من موهبة، يعني بترنم، تقدم برامج في التلفزيون، وتكتب، يعني شخص نشيط. إيه الدافع الأساسي اللي بتحس إنه بيحركك كل يوم؟ وأنا عايز أسمع قلب باسم، مش بس يعني أنا عارف أنك هتقول لي قلبك. إيه الدافع الأساسي اللي بيحركك؟ أعتقد أنه كلام الرب نفسه اللي قاله أنه مهما عملنا هنعتبر نفسنا دايما عبيد بطالين، لأنه اللي عمله معه أكثر بكتير أو من أي حاجة ممكن نعملها. زائد أنه طول الوقت إحساس الشخص إنه الرب هو اللي في ظهره، هو اللي بيسنده، هو اللي بيدي القوة لحاجة زي كده، وقوة الروح القدس هو ده اللي تقدر تخلينا نعمل، وبرضه نشعر طول الوقت إنه إحنا ما عملناش حاجة. كان في مرة حد خادم فرق معايا قوي لما سئل عن حاجات كتيرة قوي بيعملها في حياته، فقال: أنا شايف طول الوقت إني بعمل حاجات قليلة وممكن أعمل أكتر كمان، لأنه أنا معايا الروح القدس، وده حاجة مش صغيرة أبداً، لكن الروح القدس اللي ساكن فيه يقدر يدي كمان أكتر وأكتر. فأعتقد لو جوانا محبة حقيقية للرب وحاسين بالعمل لأجلنا، هنفضل طول الوقت حاسين إحنا لسه ما عملناش حاجة. فعلاً فعلاً أنا بشاركك الكلام اللي بتقوله وبحس بيه دايماً. إحنا النهاردة بنتكلم على ترنيمة عارفك مش قادر ترتاح، ترنيمة جميلة في كل النهضات بنرنمها، وبشوف أول ما بتطلع الترنيمة الناس بتتفاعل معها بشكل غير عادي. بس زي ما بقول، إحنا معرضين دايماً أن نكون بنرنم بمشاعرنا، متخدين باللحن، وساعات كتيرة بننسى الكلام اللي إحنا بنقوله قدام ربنا وبنعلنه قدام ربنا إحنا بنقول إيه. عشان كده اسم البرنامج وبعقلي كمان. عايز أسمع منك إيه اللي كان على قلبك يوم ما كتبت الترنيمة دي؟ يعني إيه الدافع اللي خلاك تكتب الترنيمة؟ أنا كتبت الترنيمة دي من حوالي 14 سنة، كنت لسه في الجامعة، وأنا خريج سياحة وفنادق. فطبعاً سياحة وفنادق يعني طول الوقت بنتكلم عن الشغل في السياحة، ولأنه مصر بلد سياحي، فبالتالي كان
موضوع مهم يعني ان اكون في السياحه وحاجات. السنه اللي انا كتبت فيها الترنيمه دي حصل انه السياحه اتضربت بسبب ضربه ارهابيه، فبقى نسبه السياح قليله جدا جدا، لدرجه انه الناس اللي نعرفهم مرشدين سياحيين اللي كانوا سابقنا كانوا بيبكوا بالدموع لانه مفيش شغل. وبعدين كنت قاعد في الجامعه وسمعت اتنين بيتكلموا جنبي، واحد بيقول له واضح ان احنا مش هنشتغل، احنا دخلنا كليه غلط. حد تاني بيقول له بص انا عندي قناعه انه اشتغلنا او ما اشتغلناش، معانا فلوس او مش معانا فلوس، البني ادم عايش على الارض عمره ما هيحس براحه، مفيش لا راحه ولا سعاده طول ما البني ادم على الارض. لفت نظري الكلام ده ولقيت نفسي عايز اقول الكلمتين دول، عايز اقول له انا عارف انت ليه مش قادر، مش لانه في فلوس او مفيش، مش لانه هتشتغل او مش هتشتغل، لا، في سر تاني اعمق بكتير جواك انت ما تعرفوش، انه المسيح ما امتلكش على القلب. فلقيت نفسي بكتب عارفك مش قادر ترتاح وشايف قلبك كله جراح، عمرك في طريق مظلم راح، تعالى يسوع هو اللي عنده الأمر. أمين، كلام جميل. وفعلا يعني وإحنا بنرنم دايما، أنا برنم الترنيمة دي دايما في لما بنكون بنلم الشبكة، يعني لم الشبكة للناس اللي ما بيعرفوش التعبير ده، لما بنكون بنخدم وفي آخر الخدمة خالص لما الواعظ بيدي رسالة للناس مين عايز يسلم قلبه للرب يسوع، وإحنا بنرنم ترنيمة واقعية إن عارفك مش قادر ترتاح. الكلام اللي إحنا اختبرناه في الترنيمة، إيه أكتر بيت بتحس إن البيت ده يعني بالنسبة لك هو الترنيمة؟ يعني هو مش بيت قوي، لكن هي يمكن التدرج اللي مكتوب بيه الترنيمة، لأنه زي ما قلت لحضرتك أنا حسيت إنه في كلام عايز أقوله زي ما هو كده، فأنا عايز أقول له أنا عارف ليه أنت مش مرتاح، وبعدين لألا يفتكر برضو إن في حاجة هتسعده فكتبته وهتفضل عايش تعبان طول ما عينيك على الإنسان، وبعدين ارجع وارمي عالم فاني. أنا عايز أقول لك بقى السكة والطريق، سيبك من القصة دي خالص والعالم اللي أنت عايش فيه، ارجع وارمي عالم فاني، ساعتها مش هتفكر ترجع لأنك لقيت سر السعادة والفرح والراحة. كلمته عن الجرح اللي جوه، إنه كل ده في الآخر علاجه الوحيد في المسيح يسوع، وطول الوقت بنادي عليه طبعاً، قرار تعالى إليه وسلم لي زي ما أنت بكل جروحك بمتاعبك بمخاوفك. فيمكن مش بيت معين بقدر ما هو حكاية الترنيمة كلها على بعض. إيه اللي خلاك تشوف في الموقف اللي أنت شفت اتنين بيتكلموا عادي؟ إيه اللي خلاك تشوف في الموقف ده دافع يخليك تكتب ترنيمة بالعظمة دي؟ يعني هل حسيت إن الموقف ده موقف متكرر عادي مشترك بين كل الناس؟ متكرر ومش بيخلص وفي حياة كل الناس فعلا، وإحساس جميل قوي لما تحس إنه اختبرت حاجة الناس اللي جنبك تعبانة منها ومش قادرة تلاقي لها حل، فبيبقى شعور الشخص طول الوقت إنه أنا عايز أقول الحل ده للناس. السامرية لما اتقابلت مع المسيح ما قدرتش تنتظر، هي عايزة تقابل الناس كلها وتقول لهم أخيرا لقيت الحل. زكا في نفس الزيارة اللي فيها المسيح دخل بيته قال خلاص أنا اتغيرت وعايز أبلغ الناس كلها بدا، وهكذا، والمجنون وغيره وغيره. فطول الوقت إحساس الشخص إنه أنا امتلكت حاجة حقيقية ومشيت في الطريق الصح وعرفت الحق، ده بيخلي الشخص عايز يقول للناس كلها كده. فلما لقيت صيد ثمين جنبي، يعني انه حد بيقول انا تعبان ومش لاقي حل ومقتنع انه مفيش حل، عايز اقول له لا، في حل، وفي حل عظيم جدا، وهيخليك ما تقولش ده تاني، وهيخليك ما تتكلمش في اللغه دي تاني. انت بتتكلم على ناس شفتهم جنبك وهم اللي دفعوك، يعني حركوا فيك الرغبة انك تكتب الكلام ده، والاشخاص دول بحسب معرفتك ان هم ما عندهمش علاقة شخصية مع الرب يسوع المسيح. السؤال، هل تفتكر ان ممكن شخص اختبر العلاقة الشخصية مع الرب يسوع المسيح، خلينا نقول واحد من ولاده، مش عايز استخدم تعابير بقت كليشيهات زي مؤمن وزي، يعني شخص حقيقي مسيحي حقيقي اختبر انه يعني ايه يكون واحد من اولاد الله، هل ممكن شخص زي ده يوصل لمكان وينطبق عليه الكلام ده بالذات، او بس الكلام ده ينطبق على غير المؤمنين؟ لا، ممكن يوصل لكده وهو مؤمن او ليه علاقة بربنا، لو زي ما قال المسيح كده، قال اثبتوا فيه،
لو ما استمتعش بالثبات في المسيح وما استمتعش بعلاقة متصلة معاه طول الوقت، لا ممكن للأسف يعيش تعبان ويعيش مضغوط ويعيش متألم. وأعظم مثال لينا مثلا لوط، كان عايش وكان الكتاب يقول عنه انه بار، بس كان يعذب نفسه. اهو نفس الفكرة، هو لوط عايز واحد يقعد جنبه يقول له عارفك مش قادر ترتاح وشايف قلبك كله جراح لأنك لم تثبت في المسيح، ما حافظتش على العلاقة المستمرة اليومية الدائمة بربنا. فالمؤمن طبعا الكلمات دي ممكن تكون ليه، وأنا شفت ده كتير في اجتماعات، تبقى الترنيمة دي بتترنم لخطاة ولاقي مؤمنين بيبكوا لأنه لمست حاجة عنده، فكرته بأيام الفرحة الجميلة في علاقته بربنا زمان، واللي دلوقتي ما بقاش مستمتع بيها بسبب أنه بعد شوية أو حب العالم أكتر من حبه للمسيح وهكذا. باسم، لما بتكون بتشوف حد بيحضرنا، يعني لما شخص يكون بعيد عن ربنا أو هو واحد من أولاد الله وبعد، افرض مثلا حد دلوقتي بيشوفنا وبيحضر الحلقة دي، تقول له إيه؟ يعني هو بعيد، يعني بعد ما كان متمتع بعلاقة مع ربنا ابتعد، بتقول له إيه دلوقتي؟ أقول له عن اختبار شخصي، عارفك مش قادر ترتاح. برضو كلنا اختبرنا لما تقابلنا مع المسيح، حسينا بفرح حقيقي، شال عننا أحملنا الكثيرة أو المتعبة، وبعدين اختبرنا برضو أنه في وقت من الأوقات بعدنا والعالم شدنا وسحبنا، فجربنا واختبرنا يعني إيه مش قادر أرتاح. وخصوصا يعني أخ أيمن، أعتقد الأصعب أني دقت حاجة كويسة وبعدين سبتها، أصعب بكتير من اللي مش عارف، الخاطي اللي عايش بعيد عن ربنا وما يعرفش متعة العلاقة مع المسيح، فبيبقى أصعب عليه بكتير قوي وبيعذب نفسه كل يوم زي ما كنا بنقول، أو زي الابن الضال اللي هو ابن وعارف بيت أبوه شكله إيه وعارف الأكل هناك شكله إيه، ووصل لمرحلة أنه مش قادر يوصل لخرنوب الخنازير. ده بالضبط شعور المؤمن اللي بعد عن ربنا، فأقول له أنا عارفك لأني اختبرت زيك أنك في اللحظة دي وفي الوقت ده مش بتبقى قادر ترتاح، بس الحاجة الجميلة اللي شجعه بيها أنه أنت عارف الطريق، أنت جربته قبل كده، كل اللي أنت محتاجه أنك ترجع للمسيح من جديد، تترمي في حضن وهو مستنيك، وهو عامل الكلمتين الصغيرين في الحلقة دي النهاردة علشانك وعلشان يقول لك أنا ما فقدتش فيك الأمل ولا فشلت فيك، لكن أنا منتظرك علشان ترجع وتستمتع بكل اللي ليك فيه. ده كلام انت. أنا بشكرك جدا أخويا باسم، كلام جميل في الترنيمة وكلام جميل برضو في الشرح اللي شرحته، وبصلي أنا متأكد إن الترنيمة دي ترنيمة هتعيش سنين طويلة طويلة، ربنا يديك طولة العمر، بس أنا متأكد إن أنا وإنت هنروح السماء والناس بعدين هتفضل ترنمها لأنها حقيقة كلنا بنعيشها وكلنا محتاجين نفكر فيها ونفتكرها في كل الأوقات. أنا بشكرك على مشاركتك في برنامج وبعقلي كمان، وبصلي ربي يدي لك أكتر وأكتر. هل في كلمة أخيرة بتحب تقولها للمشاهدين في نهاية لقاء؟ بشكرك جدا يا أيمن، بشكرك جدا للدعوة وبشكرك لأجل محبتك وتشجيعك دايما طول الوقت. ولو هنسيب كلمة للمشاهدين، فعايز أقول إنه إحنا ما عندناش لا دافع ولا غرض وإحنا بنتكلم غير إن إحنا نكلمك عن المسيح، سواء أنت ما تقابلتش معاه ومعرفتوش. عايز أقول لك النهاردة أنه أسعد لحظات الحياة لما بتتقابل مع المسيح، ولينا في اختبارك أخ أيمن مثل عظيم جدا أنك لأجل المسيح تركت حاجات كثيرة جدا جدا في نظر الناس وفي نظر العالم هي شهوة ناس كثيرة قوي، لكن أنت لما قابلت المسيح رميت ده كله ورا ظهرك وحسبته نفاية زي ما بيقول رسول بولس. وأقول لكل مؤمن اختبر المسيح بس بعيد، تعال إليه وسلم ليه من جديد، حط حياتك كلها بين إيديه عشان ترجع مرة تاني للاستمتاع بعلاقتك. أمين. أنا بشكرك على محبتك وبصلي أن يكون فينا لقاءات تانية. سلام ليك ولأسرتك، وشكرا كمان مرة على مشاركتك في البرنامج. مرسي يا خايمان جدا، وسعيد جدا أن كنت مع حضرتك، وأكيد نتقابل قريب. رب يحفظك. أهلا بك، سلام، باي باي. ارجع وارمي عالم فاني، مش هتفكر ترجع تاني. تعرف ليه؟ لأنه لما ترجع
وتصير على كيف غرقان، واحد غرقان بالبحر لما بيطلع على الشط وبيصير بالأمان، ومن بعد ما يكون تصارع مع أمواج البحر كان رح يموت، لما يصير على بر الأمان مش معقول يفكر يرجع يرمي نفسه بالبحر الهايج مرة تانية. ارجع وارمي عالم فاني، هذا العالم فاني. وبما أنك عارف أنك مش رح تقدر ترتاح، جربت كل الطرق أنك تقدر ترتاح وما قدرت، فارجع وارمي عالم فاني، مش هتفكر ترجع تاني. لأنه لما يروح العمر ولما تمرق السنين وتطلع لورا وتلاقي كم من السنين ضاعت من حياتك بالوقت اللي كنت بتقدر تتمتع بشركة وعلاقة حلوة معه، بتقول يا خسارة الأيام اللي عشتها بعيد عنك يا رب. اليوم عندك فرصة تقوم وتجي لعنده، لأنه صدقني مش رح ترتاح، مش رح تلاقي ولا أي مكان للطمأنينة في هذا العالم اللي أنت موجود فيه. اليوم الرب يسوع عم يدعيك من جديد أنك تجي لعنده، تجي تلقي كل حملك عليه وتكون متكل عليه. مثل ما قرينا قبل شوي، بتصير حياتك نوعيتها مختلفة، نوعية الثمر اللي فيها مختلفة. لما تسمع هيدي الترنيمة مرة تانية فكر بكلماتها. كتار منا بيحبوا لحن الترنيمة ومنسمعها ومنبقى فرحانين فيها، بس الترنيمة فيها دعوة كتير بكل بيت فيها أنه نجي ونرمي كل أحمالنا عند الرب يسوع المسيح. تعالوا نختم الحلقة بالترنيمة نحن عم نرنمها مع بعض. ومثل ما قلت لكم، فكر بكل كلمة عم نرنمها هلأ، فكر فكر بكل لحظة، بكل كلمة، بكل حرف عم نقوله، لأنه عم نعلن ثقتنا بإلهنا اللي عم نجي لعنده نقول له يا رب جربنا العالم بلاك ولقينا أنه العالم فاضي، ولقيت اكتشفت يا رب أنه فعلا مش رح أقدر ارتاح إلا ما أرجع لعندك. عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عمرك في طريق مظلم راح، تعال يسوع عنده الأفراح، تعال يسوع عنده الأفراح، تعال سلم لي، حط حياتك بين ايدي هيغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيه، تعال الي سلم لي، حط حياتك بين ايدي هيغفر ليك خطايا تفضل عايش تعبان طول ما عنيك على الإنسان، هتفضل عايش تعبان طول ما عنيك على الإنسان، ليه فكرك شاري الحيران، ده يسوع يملى الفكر طمان، ده يسوع يملى الفكر طمان،
مش هتفكر ترجع تاني. ارجع وارمي عالم فاني. مش هتفكر ترجع تاني. ليه قلبك من الهم يعاني؟ عمرك ضايع وانت الجاني. عمرك ضايع وانت الجاني. تعال إلي سلمني. حط حياتك بين إيدي. هيغفر لي خطايا ماضيك. يضمن كل الحاضر فيك. جرحك من يقدر يداوي. ذنبك مين يقدر يداوي.